صاحب السيد الكريم باسم الله الذي قرر جلاله الملك نصره الله وإياه تعيينه وكيل الملك بهذه المعترضات. والملحق برئاسه النيابه العامه تحت اشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه النقد رئيس النيابه العامه. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام وكيل الملك. الجميع مؤمن ب 2022 على الساعه 2:27 الساحقه. ونتكلم بالقنيطره. السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطره. الطريق المبدئي الثاني الذي سطر على جلالته نصره الله للاصلاح الشامل والعميق لمنظومه العداله في العمل وفق خطه عمل تعتمد الوضوح والشفافيه وترتكز على السلطه القضائيه وبقدر مشاعر الفخر والاعتزاز التي غمرتني نظير هذه الثقه الملكيه الغاليه فان احساسا اخر بثقل المسؤوليه وجسامه الامانه انتابني منذ توصلي بهذا التكليف الملكي الثانوي والتي تهدف بالاساس الى الرقي بالمملكه المغربيه الى مصاف الدول المتقدمه واستحضر في هذا الاطار من الدرر الملكيه الغاليه قبله مع الابرار والصديقين وحسن اولئك رفيقا وان يرزق اسرته الصغيره والكبيره جميل الصبر وحسن العزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكركم على حضور هذا اللقاء او هذا الحفل الذي تم فيه تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. أعبر لكم عن اعتزازي العميق وتقديري البالغ للثقة الملكية الغالية بتعيين وكيل الملك لدى هذه المحكمة العريقة باقتراح من المجلس أعلى السلطة القضائية. وكما جاء في مرافعتي بجلسة التنصيب فإنني يعني أتعهد بأن أكون في خدمة المواطن، أن أساهم في تنزيل وتنفيذ السياسة الجنائية، وأن أعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسهيل ولوج المرتفقين للعدالة ودراسة قضاياهم داخل الأجل المعقول الذي نص عليه دستور المملكة. بطبيعة الحال هذا سيكون بمعية الفريق الذي يشكل النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كذلك بتعاون وثيق مع رئاسة المحكمة وتحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. التقدير والاحترام الواجب له على حضور هذا الحفل البهيج الذي أسس لتنصيب السيد وكيل الملك.